عبرت اللجنة المكلفة بمتابعة المشكلة العشائرية في محافظة الخليل عن شكرها وتقديرها للملك عبد الله الثاني على موقفه من القضية الفلسطينية والعشائر الأردنية على مبادرتها للتدخل في إصلاح ذات البين بين عائلتي الجعبري والعويبي. رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة المشكلة داود زير في مؤتمر صحفي عقده مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أكد تلقيه اتصالات من شيوخ عشائر أردنيين عارضوا التدخل لحل الخلاف العشائري في الخليل. تحدث معنا أخ كريم الشيخ طراد مسرط الفايز من الأردن، وأبلغنا أنه وشيوخ الأردن من شمال الأردن وجنوب الأردن جميعهم جاهزين لأن يتدخلوا ويساعدونا من أجل الوصول إلى الأمن والاستقرار في هذا البلد وأخذ العادات والأعراف العشائرية. فإحنا شكرناهم وهم مشكورين على هذه اللفتة الطيبة. لا شك الأردن بلدنا وإخواننا، شعبنا الأردني هو الأخ الشقيق، وهو وأيضا نشكر جلالة الملك أيضا اللي دائما صاحب المواقف الثابتة للقضية الفلسطينية. تغير البعض وهو لم يتغير،